وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين. بداية بعد التحية، تابعنا مع حضرتك جزءا من مؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني ليز تراس، وذلك حول التغيرات في الخطة الاقتصادية. كيف تتابع ذلك بالتزامن مع التغيرات في الكابينة الوزارية لتراس؟ يعني كان من الواضح جدا منذ استلام ليز تراس مقاليد الحكم في بريطانيا وتقديمها من خلال وزير الخزانة الذي تم استبداله بجيريمي هانت، كان من الواضح جدا أن الحكومة تتخبط وتواجه وضع غير سليم كليا، انطلاقا من ردود الفعل القوية من الأسواق وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، وكذلك أيضا انتقادات لاذعة من قبل أعضاء حزب المحافظين، خاصة من قبل باك بنشرز في البرلمان البريطاني. يعني كل هذه التطورات كانت تشير بوضوح إلى أن الحكومة سوف تواجه تحديات كبيرة جدا، وقد يعني قلصت ليز تراس هذه التحديات من خلال طردها لوزير المالية السابق، لأنها لو بقيت متمسكة به وبخطته للخفض الضريبي لكانت هي من سيواجه هذا المصير. لذلك يمكن قول واقعيا بأن هذه الخطوة هي في المسار الصحيح، ولكن يجب أن ننتظر حتى نرى الخطوات المقبلة من قبل ليز تراس، لأن وضعها حاليا هو في غاية الخطورة ومستقبلها السياسي يعني بات على المحك. ننتظر لنرى ماذا سوف يفعل جيريمي هانت كوزير للخزانة الجديد، وما هي خطته الاقتصادية المقبلة. تمام. البريطانيون يستعدون لشتاء شديد القسوة وبسبب أزمة الطاقة، كيف يسهم التراجع المرتقب في تجديد الخطة الاقتصادية بتحسين أوضاعهم؟ يعني ضمن الخطة التي قدمتها ليز تراس قد يكون النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنها قامت بتحديد سقف لأسعار الطاقة المتمثل ب 2500 جنيه استرليني سنويا. يعني لولا أنها لم تأخذ مثل هذه الخطوة لكان سقف أسعار الطاقة ارتفع لما يتجاوز 6000 جنيه استرليني، وبالتالي كان سيكون لذلك تبعات اقتصادية خطيرة على نشاط المستهلك البريطاني، انطلاقا من كون أسعار الطاقة يعني ترتبط بقطاعات اقتصادية أخرى. وبالتأكيد مثل هذا السيناريو لو شهدناه من دون أن تقوم الحكومة بتحديد سقف أسعار الطاقة لكان الوضع جدا جدا خطير وسلبي بالنسبة لبريطانيا. حاليا نعم، أكيد من المؤكد أن البريطانيون الآن مستعدون وينتظرون بشدة الخطة الاقتصادية الجديدة لليز تراس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا من لندن، الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين، شكرا جزيلا لك.